مللنا الرقصة يا هولاكو، دع سماحة تطربنا. توقفنا عن الرقص. احضروا اشهر مغنيات بغداد لتطرب المستعصم. سماح، ماذا دهاكي؟ غني يا سماح، لما لا تغنين؟ غني. تذكر يوم عرضت علي نصف خراج بغداد؟ الوقت المناسب الذي يرضى بنصف كنوزك إن كان باستطاعته استلاب الكل. ستشهد أمة الإسلام
هولا لم تشهده أمة من الأمم. أنت يا بغداد، يا من أعقت زحفي وقاومت جيشي، حق عليك العقاب. انتظريني، أنا هناك سيد الدنيا وقائد. في اليوم السابع من صفر أعلن هولاك الهجوم على بغداد، فدخلتها قواته وأتت على كل ما فيها، خربت المساجد ودكتها للحصول على قبابها المذهبة، هدمت القصور وسلبت تحفها. أباح قادة المغول القتل والنهب وسفك الدماء، وكان الاستهتار بالنفوس بالغا حد الفظاعة، إذ أن أحد القادة دخل زقاقا وقتل 40 طفلا، شفقة منه ورحمة حين علم أن أمهاتهم قتلى. استمرت غارة هولاك مدة 40 يوما، قدر عدد القتلى بحوالي 800,000 قتيل، ولم يسلم إلا من اختفى في بئر أو قنات. بعدها أصدر هولاك أوامره بالكف عن القتل وبأن يعود الناس إلى أشغالهم. ولما نودي ببغداد الأمان، خرج من تحت الأرض من كان بالمطامير والمقابر والقنا، كأنهم موتى إذا نبشوا من قبورهم، وقد أنكر بعضهم بعضا، فلا يعرف الوالد ولده ولا الأخ أخاه، وأخذهم الوباء الشديد فتفانوا وتلاحقوا. جميع الكتب في دجلة، أريد أن تمحو مياهه كل الحروف وتذيبها، لا تتركوا حرفا يعتدي به البشر، إن شعبا لا يملك كلمة سينتهي من العدم. مع غزو هولاك لبغداد قتل آلاف العلماء والشعراء، وشرد من نجا منهم فلجأوا إلى الشام ومصر، وأحرقت المكتبات وخربت المدارس وقضي على الآثار الإسلامية. Thank you.